السلام عليكم. انا نوريكم ندير الحسيمة اليوم في وسط النهار كما كتشوفوا. كما كتشوفوا الجو شوية بارد والشتا بحال الجو ديال الشتا. كما كتشوفوا هاكي مهضوم لتحت راه فيه الموج فهاد العش فهاد وسط النهار راه فيه الموج شوية كما كتشوفوا. والمدينة الحسيمة حيت مع كورونا دابا الناس التزموا بالقانون اللي دارت السلطة اللي دارت الدولة الحمد لله. الناس قاعدين ترانكيل الحمد لله وكيتقداو داكشي اللي خصو يتقداو ويدخلو يعني الحمد لله. الدنيا عانية ما كان حتى شي حاجة الحمد لله. الجو ديال الشتاء كيما كتشوفو هاكي مهضوم في وسط النهار يعني حسيمة مباشر لايف
شيبس وكبير جديد. ان شاء الله تشاهد الحلقه ان شاء الله.